من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، شرفت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. والله ما خلق الإله ولا برأ بشرا يرى كسيدنا ومولانا محمد بين الورى. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت علاقة أصحاب الحبيب بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يفدونه بالمهج ويفدونه بالأموال والأولاد والأهل. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو التلميذ الأول في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذات يوم وهو في حضرته يقول: يا حبيبي يا رسول الله، إني أحببت الدنيا لثلاث وكلها من أجلك يا رسول الله. شوف الصحابة كيف كانوا يحبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذاك الحب اللي خلاهم يفدونه بأنفسهم. تلقى الرجل منهم في غزوة أحد وفي غيرها تلقاه يرمي نفسه للسهام وللسيوف والرماح، يعني تضحية بنفسه لنبيه ومولاه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. أحببت الدنيا لثلاث وكلها من أجلك يا رسول الله، كلك من أجل المحبة الصادقة كي تكون في رسول الله. الإنسان يضحي بكل ما يملك ويضحي، وجلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك، يا سلام. النظر إليك نظرة في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي خلتني أعيش بهذه الدنيا وأستمتع بها بك يا رسول الله. وجلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك، هذه المحبة. وسيدنا عروة بن مسعود لما كان في المفاوضات على الحديبية وجاء إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش، لقد جئت كسرى في مملكتي وقيصر في ملكه، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. ما شفت أحد يحب حد كما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبتدرونه بكلام، تلقاهم جالسين يعني بأدب وهدوء كأنما الطير على رؤوسهم. ولا يتنخم الحبيب صلى الله عليه وسلم نخامة، يبسق بساق وكله طهر وهو عين الطهر وعين الرحمة صلى الله عليه وسلم، إلا ابتدروها، إلا ما يخلوهاش يعني حتى البسقة على النبي ما يخلوهاش تطح في الطراب، يقتطف ذلك ويقتطف هذاك ويتمسح بها تبركا، فأين من ينكر التبرك؟ وهذا ثابت من صحيح البخاري، وذكره الشيخ محمد بن علوة في كتابه محمد الإنسان الكامل. فبهذه المحبة اللي خلات هذه المشايخ اللي رانا نمدح النبي صلى الله عليه وسلم من قصائدهم ومنظوماتهم، كابن مهيب رحمه الله، والشيخ البغدادي والبوصيري، وسيدي يوسف النبهاني في السابقات الجياد وغيرها، كل هذا الشيء اللي فاض عليهم هو من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تستغرب من هذا يا عبد الله، ما تستغربش، لأن حتى في زماننا هذا كاين الناس الحق اللي يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا رانا نقولوها ونعاودوها. ما هوش الحب تاع النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي البعض، هو في هذا المدح نمدحوا النبي ونمدحوا بهذه المظاهر. نعم، هذا فرع من حب النبي، ولكن كما قلنا ان حبنا لرسول الله لازم نعيشه في حياتنا ومع اهلينا ومع جيراننا ومع ذوينا. والله اني اعلم اناسا يحبون رسول الله بهذا التعبير الذي اذكره لكم: احسبهم من المحبين والصالحين ولا ازكي على الله احدا. تعرفوا شيني؟ تلقاه مع زوجته وليداته، الزوجة تاعو ربما تسيء المعاملة معاه وهي ظالمة له، وربما ترفع الصوت، وربما تكون ناشز وتخسر معاه، وهو قادر على أن يفرغ فيها غضبه وغيظه. ولكن تدرون عباد الله شكون الحية اللي تخليه هذا كلش يتفكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في زمننا هذا في القرن العشرين لنا فيه، يتفكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجته فيكظم غيظه حبا في رسول الله.
يسال جار مع جاره ايضا، ربما يسالك الجار ولا حي انت قادر تشكي به وقادر تفعل به كذا، ولكن تفكر اخلاق النبي كيف كان مع جيرانه حتى مع اعدائه، زوجة عمه اللي كانت ترمي له الشوك كذا، فكان سيدنا النبي يرمي الشوك من الطريق يقول اي جوار هذا اي جوار، فيكظم غيظه سبب شيء مش طايق باش ينتقي وكذا، ولكن حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما نريده هذه الليله، لو كانت جمعة لهذه الفكره وهذا الخلق من هذا البستان المورق من اخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لذلك تجي حوايج باش مليحه وانت قادر باش تديرها، تفكر كيف كان رسول الله، كيف كان رسول الله جارا، كيف كان رسول الله زوجا، كيف كان رسول الله ابا، كيف كان رسول الله جدا، كيف كان رسول الله وكيف كان رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة.